السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوع من الجن يقال له الشيطان المقيد، ضرب الله عز وجل به الأمثال في القرآن الكريم، ومن أصيب بهذا الشيطان فإنه يتحكم في سائر الجسد. وهذا الشيطان يعد من أعتى أنواع الجن، أو بل هو من المرادة. وسبحان الله، إذا أصاب الجسد غيبه عن الوعي تماما، فصار هو المتكلم، هو المتحكم، وصار هو القائد في هذا الجسد. ومن علامات هذا المس إن بعض الحالات اللي بتعاني منه كالنساء عموما يجي لها تساقط في الشعر دون أي مبرر، ودي البداية بتاعته. ثم بعد ذلك تظهر كدمات زرقة متفرقة في جميع أنحاء الجسد، مع صداع في منطقة الرأس، مع مرارة في منطقة الحلق، مع طنين في الأذن، وصداع يمسخ خلف الرأس. ثم بعد ذلك تأتي آلام مبرحة في منطقة الصدر، ضيق في النفس، والمعدة تحصل فيها قرقعة. ثم بعد ذلك يحصل غثيان من فترة إلى التانية، مع الإمساك الشديد والألم اللي بتكون موجودة في الركب، وعدم القدرة على تحريك الركب بصورة جيدة. ثم بعد ذلك هذا الشيطان يظهر بعدة أساليب. الأسلوب الأول إن الحالة إذا هزمت، يعني بمعنى أصح إذا كان في النساء وجات المرأة دي كانت زوجتك أو كانت بنتك أو كانت أختك، وانت أخطأت فيها، أو أنك انت يعني عملتها بأسلوب في عنف أو أسلوب في قسوة، فتبص تلاقي أن البنت دي تنهار. ثم بعد ما تنهار تتغيب عن الوعي، فلما تفقد الوعي يطلع هذا الخبيث ويسيطر على جميع الجسد. هنا بقى في سيطرة هذا الخبيث على جميع الجسد، تبص تلاقي انه هو اللي بيتحكم في الجسد. فمهما استخدمت رقى شرعية ومهما استخدمت من برامج علاجية، تبص تلاقي ان الحالة اللي موجودة الشخص نفسه مغيب. وكذلك ايضا في الاشخاص اللي هم الشباب او الرجال عموما، تبص تلاقي ان الواحد عنده صداع في منطقة خلف الرأس، مع غثيان في منطقة الصدر، مع أيضا شعور بالدوخة وصداع في العينين وزغللة في العينين، وتجلف جميع أنحاء الجسد، كأن الجسم يعني سبحان الله شايل شكارة رمل فوق من كتفه، مش قادر إن هو يحرك هذا الدراع أو يحرك الكتف أو يحرك القدم. وسبحان الله ربما إن الشياطين دي اتحدت على الجسد فسببت أمراض لا تعد ولا تحصى. فتروح مثلا للطبيب، والطبيب يقول لك أنا شايف إن مفيش أي حاجة نهائيا بيعاني منها المريض اللي قدامي، على الرغم إن المريض يكون بيتألم آلام شديدة جدا من الرأس مثلا، بس مش شايف أي مشكلة في الرأس. وتبص تلاقي إن المريض أحيانا يعاني من القلب، يقول لك أنا قلبي مش قادر أخد نفسي، صدري ضيق مش قادر أخد نفسي. وتبص تلاقي إن المريض وقع على الأرض مش قادر فعلا إن هو ياخد النفس بتاعه نهائيا. فتروح تعمل رسم قلب، تبص تلاقي إن القلب تمام مفيش أي مشكلة. تروح تعمل تحاليل في الدم، تبص تلاقي ان كل شيء تمام مفيش اي مشكلة. يا عزيزي ريح نفسك، كل هذه الاعراض تدل على المس الشيطاني المقيد. وهذا المس الشيطاني المقيد يأتي على فترات بعيدة جدا. اولها ان المرأة تتخلى عن امور الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها. فربما ان تكون المرأة بتصلي وهي اساسا غير طاهرة، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث قال أمور الفطرة خمس، منها قص الأظافر، نطف الإبط، حلق العانة، قص الشارب، إرخاء اللحية. وكان في أيضا أمور الفطرة عشرة، منها إلقاء السلام، غسل البراجم. فأمور الفطرة حينما يتخلى عنها الإنسان فهو غير فطرة الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال نجد أن في بعض النساء، يعني خصوصا لما تكون البنت مثلا في سن الشباب وصلت مرحلة البلوغ، لا تتخلص من شعر العانة ولا تتخلص من شعر الإبط. فهذه من ضمن الأشياء اللي بيخلي الشيطان في سلطان على هذه المرأة. كذلك الشاب أيضا لو ما يفهمش في أمور الدين وأمور العقيدة يخلي أيضا نفس الشيء، شعر الإبط وشعر العانة، وربما أنه هو يطول أظفره. فأنت كده غيرت من ثلاث أمور من أمور الفطرة. فإذا أنت تخليت عن أمر أو أمرين ما فيش مشكلة، لكن الثلاث أمور الباطنية ديت هي تغيير لخلقة الله جل وعلا. والإنسان لما يغير خلقة الله جل وعلا فكأن إبليس صدق القول، قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فمع تغيير خلقة الله جل وعلا تبدأ الشياطين أن تحوم حوالين الجسد. ثم بعد ذلك ما تلبس هذه الشياطين إلا أن تسكن في الجسد ولا تخرج من هذا الجسد نهائيا. ويبقى الإنسان في حالة صراع، إزاي أن أتخلص من الشيطان اللي موجود بداخلي؟ فمهما عملت
من برامج ومهما اتخذت من أساليب لن تستطيع أن تتخلص من هذا الشيطان الذي دخل إلى جسدك بسهولة، إلا أنك أنت تتوكل على الله جل وعلا وتستخدم البرامج الصحيحة اللي أنا هقول لك عليها في آخر المقطع. ثم إن الأظافر هي من تغيير الفطرة، فنجد أن بعض النساء للأسف الشديد تحط على الأظافر منوكير أو تحط على طلاع، ثم بعد ذلك تقول لك أنا بصلي ومحافظ على الصلوات المفروضة بتاعتي. طب ما حافظ على الصلوات ازاي وان الطلاء اللي موجود على الاظافر ديت يحيل بين الوضوء وبينك؟ صرف على نفسك فيها دون الرجوع واللجوء والتضرع الى الله جل وعلا ان يصرف ما بك من سوء. فعشان كده هذا المس بقى بيعمل حاجات غريبة جدا لما بيتمكن من الجسد. اول حاجة ربما ان غيب الجسم لمدة 3 او 4 ايام على التوالي، فتبص تلاقي ان الشخص مش موجود معاك، ويغلق الفم فلا يستطيع الانسان ان هو يحرك فمه، ويشل حركة اليدين والقدمين، فتبص تلاقي ان الانسان كان فيه الشولة من الملح او الرمل شايلها على اكتافه لدرجة ان هو مش قادر يحرك رجله او يحرك جسمه. ففي الحالة دي هنضطر ان احنا نعمل شيء واحد فقط لا غير. اول حاجة ان احنا نمسك الشخص اللي هو اصيب بهذا السحر او اصيب بهذا المس الشيطان المقيد، ونحاول ان احنا نخرط صدقة لله جل وعلا ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع السوء ويرفع البلاء عن هذا الشخص. فلما نخرج الصدقة ربنا سبحانه وتعالى هنسأل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن هذا المريض. ثم بعد ذلك اذا كانت فتاة قصصنا لها اظافرها، ثم بعد ذلك اذا كانت بنتك صغيرة في السن حاول انك انت يعني ايه تجعلها ان هي تشيل الشعر اللي بيكون تحت الابط والشعر اللي في العانة، ثم بعد ذلك نحاول ان احنا نغسلها اغتسال بصورة البقرة لو استطعنا ان احنا نقرأها، والمعوذتين والاخلاص والناس والمعارج والكافرون والصفات وصورة الجن. ثم بعد ذلك هنقرأ هذه الصور كلها على ماء، ونجيب ورق سدر، اذا ما كانش الورق اخضر 7 ورقات فما يتأثر من ورق السدر من عند العطار، ونجيب مثلا حفنة سدر ونحطها في هذا الماء، ثم هذا الماء نقرأ عليه الصور اللي انا قلتها ليكم آنفا، ثم بعد ذلك نجعل هذا الشخص يغتسل منها 3 مرات في الصباح وفي الظهر وقبل المغرب. في بقى حاجة تانية مهمة جدا لازم ان احنا نركز عليها، ان استطعنا ان نخلي هذا الشخص يصوم ويمتنع عن الاكل ويصمت ايضا ما نتكلمش معاه حتى ان الشيطان ده ما يجدش سبيل عليه، فعنا ذلك. الامر الثالث من ضمن البرامج العلاجية اللي انت تتخلص بها من هذه الحالة، ولا تقلق، انك انت تحاول تخلي هذه الحالة تقول الله اكبر، تظل تكرر من كلمة الله أكبر الله أكبر حتى يخنث هذا الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر إن الشيطان ممكن إن هو يجسم على جسم الإنسان ويسيطر عليه، وكلما ذكر الإنسان الله جل وعلا خنس هذا الشيطان ولم يعد شيئا. فحاول أنك أنت تجعل دايما توكلك واعتمادك على الملك جل وعلا، فإن جعلت توكلك واعتمادك على الله جل وعلا كفاك الله عز وجل شر ما تجد، وحماك الله وحفظك الله ورعاك الله، فلا يصل لك أي شيطان، فلا يصل إليك أي شيطان بضر. الأمر الرابع والأخير، نحاول إن احنا نخلي الحالة ديت تركز. لو أنت كشخص راكب عربية ومشي بالعربية ديت في طريق، والعربية ديت أنت اللي سايكها، وجاء حد خد منك السواقة أو الدروكسيون بتاع العربية، هتعمل إيه؟ هيتغلب هو على العربية وربما يحصل حادث، والحادث ده هو دليل على انهيارك وتعبك الشديد جدا. فإما أنك أنت تسيطر على العربية وإما أن هو يسيطر، فلو هو سيطر أخفاه خالص من الوجود، ولو أنت سيطرت أخفيته تماما من الوجود. فاجعل السيطرة لك يا عزيزي، لأن الله عز وجل قد قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فهذا الجسد هو ملكي لا ملك الشيطان. فلما يجي الشيطان يحاول يطلع على لساني أمنعه، يطلع على رأسي أمنعه، يحاول يسيطر عليه يقول الله أكبر وتغلب عليه. إذا أنا تغلبت عليه أمشي على البرنامج اللي أنا ذكرته، وحاول إن أنا أجيب إناء مية، وإناء المية دي حقرأ فيه سورة الصفات وسورة صاد وسورة القلم وسورة النور وسورة المؤمنين، هؤلاء الخمس صور، ثم بعد ذلك أنفس في هذا الماء وانشره تحت ضوء القمر، خصوصا ان احنا في الايام القمرية ديت هجيب البرنامج معك نتيجة مبهرة بإذن الله جل وعلا. انشره تحت ضوء القمر لمدة 3 ايام، مش في الايام القمرية، في اي ايام يكون القمر مكتمل فيها، انشر الماء ديت تحت القمر في الليل من المغرب، واخدها قبل الشمس ما تطلع لمدة 3 ايام، احطها في البلكونة، ثم بعد ذلك اشرب من هذا الماء لمدة 4 ايام او 5 ايام متواصلة، هيفتت السحر اللي موجود في معدتي، هيبدأ ان الدم بتاعي يتغير ويتأثر بهذا الماء اللي تأثر بضوء القمر والنجوم. فسبحان الله، ما اللي ذكرته ليك هو عبارة عن سبب التماس علاج،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعرضوا عليه رقاكم، ومعنى أن يتأثر بضوء النجوم والقمر. فمعروف أن القمر بيؤثر في جسد الإنسان، لأن جسم الإنسان كله مية عن طريق المد والجزر، فإحنا بنجعل السبب. أما الشافي الحقيقي هو الله جل وعلا، والمنجي من كل هذه الكربات هو الله جل وعلا. فيلزم على الشخص اللي بيتعالج أن يتوب لله جل وعلا، ويحافظ على الصلوات المفروضة، ويحافظ على ذكر الله صباحا ومساء، يشفيه الله جل وعلا، فهو الشافي الكريم. ده أفضل برنامج لعلاج المس الشيطاني، إذا نفذته لمدة أسبوع ستدعو لي في التعليقات إن شاء الرحمن. شاركها لغيرك فالدل على الخير كفاعله، فلربما تنقذ نفسي من التهلكة. دمتم في ود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.